التواصل مستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام. هكذا يسير شوط جديد من اشواط الخير والبركة، وهو شوطنا الحادي عشر الذي يضم نخبة من الجعدان اللقاية المحليات الأصايل. نبدأ بمقدمة هذا الشوط ونتابع الصدارة والمركز الأول. هذا العملاق عيسى بن سعيد بن محمد العويسي يعلن عن تواجد العملاق في مقدمة هذا الشوط والمركز الأول، بينما الغدوم والانطلاق في المركز الثاني. حشيم ياتي عبد الله بن مطر بن حاذ الاكتبي، بينما في المركز الثالث يتقدم مشاهدين الأعزاء شاهين حمود بن محمد بن حمود اليحافي مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع ياتي شاهين غانم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري يحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس ياتينا على خامس المراكز عناد ثاني بن عبيد بن سعيد بالكديد الفلاسي متواجد مع المركز الخامس، بينما نكمل العشر المراكز الاولى. في المركز السادس هنا ياتينا شاهين عبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي يحتل المركز السادس، بينما في المركز السابع الحدر مبارك بن احمد بن مطر الخيلي يحتل المركز السابع، بينما في المركز الثامن يتقدم هناك شعار بن عمهي، بينما هنا ياتينا مشاهدين الاعزاء الشمالي غانم بن احمد بن عمهي المنصوري في المركز الثامن والتاسع المراكز يتقدم العابر عتيق بن مطر بن حسن القبيسي، وعاشر المراكز نتابع من الزاويه اليمنى الصعبه هناك مياس السهيل بن عبيد بن سهيل المزروعي. هكذا نتيجتنا ونداينا للعشره المراكز الاولى التي تسير بناموس هذا الشوط، ولكن نعود بعد ما فهمنا العشرة المراكز الأولى وثم نرجع إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى سكان المقدمة. هنا حشيم اللي يسيطر، حشيم مع المركز الأول، عبد الله بن مطر بن حاذ الاكتبي يتقدم يتقدمونها لهيلي في الصدارة الأولى، يعلن عن تواجد حضوره على المقدمة الأولى، بينما في المركز الثاني في مركز الوصافة ياتي شاهين حمود بن محمد بن حمود اليحافي ضيفنا من سلطنة عمان ومن ميدان الأبيض بالفعل، بينما في المركز الثالث يتقدم شاهين غانم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع أشوف هنا الوصول، أشوف القدوم من العابر، العابر بدأ يعبر مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء. عتيق بن مطر بن حسن القبيسي أوصلوا أهالي العاصمة غادمين مع هذه المنافسة الغوية، بينما في المركز الخامس مياس سهيل بن عبيد بن سهيل المزروعي ما شاء الله وتبارك الله. هذه الأسماء التي سيطرت على الخمسة المراكز الأولى، وبدينا هنا نصل ونغادر لافتة الإعلان 1200 بقيادة حشيم، حشيم على الصدارة، حشيم على المركز الاول على البدايه الاولى. عبد الله بن مطر بن حاذ الاكتبي روح يا ابو حياض مع هذا الانطلاق الجميل والمثير الكيلو والمتر الخير واللي يبل الانتصار خلاص يركز، التركيز مطلوب من كل المضمرين، بينما هنا شاهين محمد بن راجد بن حمد الدرعي يصل، وهنا خوف يصل وسلالة خوف مبارك بالعود بن حمد العامري وصل في المركز الثالث مع هذه المنافسة الغوية، بينما في المركز الرابع ياتي النايف عبد الله بن سعيد بن محمد بن زاهر الخيالي وصلنا مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس يتقدم وياتي شاهين حمود بن محمد بن حمود اليحافي، ولكن هنا مسيطر حشيم على الصدارة على المقدمة. عبد الله بن مطر بن حاذ الاكتبي يبي يودي السلامات إلى هيلي، ما شاء الله منطقة هيلي ومدينة العين هي مشاهدين الكرام تحتفل مع بن حاذ مع هذه الانطلاقة المثيرة، ولكن هنا شاهين يتحرك، شاهين وصدرة الأوامر محمد بن راشد بن حمد الدرعي يبي يذهب بالسلامات إلى أهل القوع، ولكن المنافسة الأخيرة 200 متر الأخيرة الله
حشيم 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 سلالتي حشيم خلاص السلامات إلى أهالي هيلي سلام سلام عليكم يحلي منطقة هيلي في مدينة العين على هذا الفوز اللي قدمه حشيم لعبد الله بن مطر بن حاده المركز الثاني شاهين محمد بن راشد بن حمد الدرعي المركز الثالث وصل فيه مشاهدين الأعزاء اللي هو خوف مبارك بالعود بن حمد العامري المركز الرابع المركز الرابع النايف لعبد الله بن سعيد بن محمد بن زاهر الخيلي المركز الخامس وصل فيه الشمالي غانم بن احمد بن حميد بن عمهي المنصوري هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام النتيجه للخمسه المراكز الاولى هكذا نعود بالتهنئه والناموس الى مالك حشيم الذي تفوق بناموس هذا الشوط توقيته الزمني 6 دقائق و12 ثانيه تهانينا وناموس لعبد الله بن مطر بن حاته الكتبي ابو عمر يستاهل هذا الفوز والانتصار ويستاهلون اهالي منطقه هيلي في مدينه العين هذا الانتصار الجميل تهانينا لجميع الفائزين.